ولكن كيف من الممكن، ودعنا نتحدث على المستوى الاستراتيجي، كيف من الممكن لبوتين أن يعلن للعالم فيما بعد على المستوى البعيد بأنني انتصرت في هذه المعركة؟ كما تعلم منظومات الباتريوت متوزعة بهذا الشكل على الأقل، هاجم كييف لم يتمكن من تحقيق شيء، تشيرنهيف، كسومي، خاركيف كلها انسحب منها لم يحقق أي شيء حقيقة، وبقي في شرق أوكرانيا وحتى خيرسون التي تقدم إليها عاد وانسحب خلف النهر وأصبح تحت المطرقة. زاباروجيا التي أعلن ضمها لا يسيطر عليها ويسيطر على المفاعل النووي ولا يسيطر بأكملها عليها، طبعا لا يسيطر بالكامل عليها أيضا بنسبة 50% هو يتواجد في دانييتسك، فقط لوغانسك هي التي حقق فعلا فيها النجاح. يعني بتقديرك في ظل هذه الظروف التي ذكرتها لك، في ظل وجود هذه المنظومة التي تحدثنا عنها، منظومة الباتريوت ودخولها، في ظل انضمام السويد وكذلك فنلندا إلى حلف الناتو، يعني يبدو وتبدو هذه العملية العسكرية الروسية وسعت من حلف الناتو، وسعت من منظومات الدفاعية في الباتريوت، وهو انسحب وتقهقر وبدأ يعتمد على طائرات مسيرة إيرانية، صواريخ باليستية إيرانية، يطلب المساعدة من البيلاروس، الآن طلب المساعدة من كوريا الشمالية وراقبتها الولايات المتحدة. يعني ما الذي بقي لديه لكي يعلن انتصاره في هذه المعركة على المدى البعيد؟ كيف من الممكن أن يعتبر نفسه قد انتصر؟ أنت بأي نقطة تعتقد من الممكن أن يقول انتصرت في هذه المعركة؟ دكتور أحمد، مثل ما تعرف يعني أنت بإمكانك تخسر كثير من معارك بعد ما تفوز بالحرب، فهو ممكن يسوقها بانه بالفعل وكان هنالك يعني خلينا نسميه مناورات او تراجع تكتيكي، خسرنا معركه هنا وهناك، دخلنا في صعوبه هنا وهناك، ولكن في النهايه كحرب احنا راح نفوز بها. كيف يكون هذا الشكل هذا الفوز؟ انا باعتقادي هنالك يعني قناعه عند كثير من المفكرين الاوروبيين والامريكان بما فيهم طبعا بالمناسبه وزير الخارجية الأسبق بالسبعينات لأمريكا عمره 100 سنة الآن ما يحضرني اسمه، كيسنجر تقصد؟ كيسنجر، حتى كيسنجر قال من المستحيل أن نفوز على روسيا. يعني هذا كلام ما له علاقة بالواقع، والتجارب في القرن 19 والعشرين أثبتت ذلك. فبالتالي لابد أن نبحث عن المخرج، وهذا المخرج يتضمن تعديلات وضمانات إلى روسيا، يعني لأمن روسيا، وأيضا سيطرة روسيا على بعض المناطق في الشرق اللي بها أغلبية روسية، حتى نضمن يعني نهاية الحرب ويعني وضع حد لهذه المسألة. أنا أعتقد هنالك قناعة في الغرب، في ألمانيا مثلا، في فرنسا، وحتى في أمريكا، بأنه يعني المراهنة على خسارة روسيا أو سقوط بوتين مراهنة فاشلة، تماما مثل مراهنة بايدن على اتفاق نووي إيران كانت مراهنة فاشلة. إذا لابد واحد يكون واقعي ويشوف يعني يقدر الخسائر بالربح، الخسائر هذه على المدى المتوسط البعيد على روسيا وعلى أمريكا وعلى أوكرانيا وعلى أوروبا وعلى الاقتصاد العالمي من ناحية، وعلى المكاسب اللي ممكن يحققها عسكرية على يعني إرجاع هذه خمسين من المناطق من روسيا إلى أوكرانيا، هل هذا هو الثمن حقيقة يستحق أنك أنت تدفع ثمن باهظ؟ أنا أعتقد التفكيك راح يكون بهذا الشكل، وبإمكان بوتين بعد ذلك أن يسوق هذا كنصر، يعني نصر للحرب وليس للمعارك، إلى شعبه إذا ضمن بعض أخذ ضمانات أمنية من الناتو وأيضا سيطر على بعض المناطق في شرق أوكرانيا، ديك الساعة ممكن يقول إحنا خرجنا منتصرين من هذه الحرب. أنا أعتقد الحديث سيكون في الأسابيع والأشهر القادمة حول خلنا نسميه مخرج إلى روسيا من هذه الحرب تضمن، خلنا نسميه وجه بوتين بأنه منتصر في هذه الحرب، ولكن في نفس الوقت تحافظ على الوضع الراهن ما بين أوكرانيا وروسيا أو ما بين الناتو وروسيا. أنا أعتقد النقاش سيكون بهذا الاتجاه، خلاف ذلك راح نكون بصدد التصعيد، والتصعيد خطير جدا ما بإمكان حتى الناتو أن تحتوي، وهذه خطورة أنا أعتقد أيضا قادة الناتو تفكر بها بشكل يعني جدي، وبالذات الدول اللي هي على قنسمية على الحدود مع روسيا، بل حتى ألمانيا عندهم مخاوف كثيرة جدا إذا صار تصعيد هناك من بيلاروسيا وضرب إلى كييف وقد تدخل إلى بولندا، مثل ما صار الصاروخ اللي أسقطت أوكرانيا في بولندا وتم اتهام روسيا كان سيؤدي إلى تصعيد لو تم تفسيره بشكل خاطئ. فبالتالي هنالك لحظات ما بإمكانك أنت تتحكم
بمخارج هذه الحرب او توسع رقعتها اذا ما تتخذ تدابيرك من الان. وانا اعتقد هي هذه المرحله اللي وصلنا لها الان، بانه في الشتاء القادم بدل ما يعني الاعتقاد السائد بان هنالك تصعيد على عده مستويات، انا اعتقد راح يصير هناك تدقيقه وتراجع او البحث عن مخرج لهذه الازمه بنهايه خلينا نسمي الشتاء القادم، والا جميل. ستكون هناك ازمه حقيقيه في اوروبا وبل حتى في امريكا.